دونك السلام عليكم، مرحبا بالطلبه ديال بروميير اني ولا الطلبه اللي يلا غيلتحقوا بالكليه. دونك في هذا الفيديو غنحاول نجاوب على الاسئله اللي طرحوا عليا سواء في لي كومونتير ولا في لاباج فيسبوك. دونك نحاول نبدا باول حاجه، هو ان في العام الاول ديال لافاك دونك لي فيليير سواء كنتي اس ام بي سواء كنتي اس ام سي فرا نفس البروغرام غتقراوه بجوج، يعني حتى العام الثاني عاد كل فيليير كتخصص بلي موديل ديالها، متفقين؟ دونك دابا ركز معايا مزيان. في العام الاول دونك كاينين جوج ديالاش ديال لي سيمستر، يعني جوج ديال الدورات. دونك بالنسبه للبروميير سيمستر اللي هي الدوره الاولى عندك فيها سبعه ديال لي موديل كيف ما كتشوف معايا هنايا. هاد السبعه ديال لي موديل ولا سبعه ديال المواد عندك فيهم جوج ديال المواد بالنسبه للفيزيك اللي هما الميكانيك دي بوان ماتيريال والثيرموديناميك ان، متفقين؟ وعاد عندك جوج ديال لي موديل ولا جوج ديال لي مواد ديال المواد بالنسبه للشيمي اللي هما لاتوميستيك والثيرموشيمي، ومن بعد عندك جوج مواد جوج ديال لي موديل بالنسبه للمات اللي هما لاناليز ان والالجبر ان، متفقين؟ وعندكم واحد الماده اللي هي الموديل نيميرو 7 اللي هو لا لونغ اي تيرمونولوجي اللي هي ديال الفرونسي. دونك متفقين عندكم سبعه ديال المواد فاش في السيمستر الاول. دابا مزيان، دابا نحاولوا ندوزو للدوزيام سيمستر. دونك بالنسبه للدوزيام سيمستر دونك حتى هي بنفس الطريقه، عندكم سبعه ديال لي موديل وهاد لي موديل هادو فيهم جوج ديال الفيزيك اللي هما، وها هنايا بغيتك تركز معايا مزيان، عندكم واحد الموديل اللي فيه جوج ديال لي بارتي، يعني جزء غتقراو فيه الالكتروستاتيك وجزء الاخر غتقراو فيه الالكتروسينيتيك، يعني بحال قلت هذا الموديل مقسم لاش لجوج ديال الاجزاء، متفقين؟ وعاده هذا فيما يخص الفيزيك. وعندكم موديل اخر ديال لوبتيك جيومتريك، دونك هاد جوج ديال لي موديل بالنسبه للفيزيك. دونك عندكم عاوتاني جوج ديال لي موديل بالنسبه للشيمي اللي هما ليزون شيميك والشيمي دي سوليسيون، وعاده عندكم الجزء الثاني ديال الاناليز يعني بالنسبه للمواد ديال المات، وعاده الجزء الثاني ديال الالجبر. دونك بطبيعه الحال عندكم ديما تتكون واحد الماده ديال الفرونسي اللي كتسمى لا لونغ اي تيرمونولوجي، وما تخافوش هاد الماده راه كتكون ساهله بزاف، متفقين حتى لهنا. دونك دابا غنحاول نطرق لكل موديل ولي شابيتر اللي فيه ونحاول نقول لكم حتى لي موديل اللي تحاولوا تركزوا عليهم من دابا الا بغيتوا تبداو من دابا، اللي هما ساهلين وساهلين بزاف باش تضربوا فيهم دي بون نوت ويحاولوا يهزوا لكم النقطه بالنسبه للسيمستر الاولى، متفقين؟ دونك قد ما هزيتي نقطة في البروميير سيمستر دونك راه غتكون غادي مزيان في لافا، متفقين؟ العام الاول راكم عارفين كلشي كيقول لكم راه صعيب، ولكن والله تبعتوا هادشي اللي كنقول لكم ومشيتوا لاشين بروف فيزيك راه غتلقاو فيهم الشرح ديال كل ما عليكم، غير دخلوا لي بلاي ليست غتلقاو كل موديل مشروح راسو، متفقين؟ دونك دابا غنحاولوا نبداو باول موديل ديال الفيزيك اللي هو الميكانيك دي بوان ماتيريال، واللي كيف ما كتشوف معايا فيه خمسة ديال لي شابيتر برينسيبال. دونك كتبداو بواحد الغابيل ولا واحد الغابيل اللي كتبداو به غير بدي كومبليمون ماتيماتيك، يعني شي حاجة عادية بحال قلتها واحد لانتخوديكسيون عادة كتدخلو لاش الموديل ديالنا اللي هو الميكانيك دي بوان، متفقين؟ دونك شابيتر تانية اللي فيها سينيماتيك دي بوان ماتيريال، من بعد شابيتر تخوا اللي غتقراو فيها شونجمون دو ريفيرونسيال يعني شونجمون ديال داك الروبير، متفقين؟ وعاده في الشابيتر نيميرو 4 غتقراو فيها ديناميك دي بوان ماتيريال، ومن بعد فاش في الشابيتر 5 غتقراو تيوريم جينيرو دو لا ديناميك دي بوان ماتيريال، متفقين؟ دابا نحاولوا ندوزو لتاني موديل عندكم بالنسبه للفيزيك اللي هو التيرمو. دونك بالنسبه للتيرمو ديناميك توجور
عندنا هنايا كاتر شابيتر. الشابيتر الاولى دي نونسيون دو باز ولا نونسيون فوندامونتال دو لا تيرموديناميك، والشابيتر الثانيه تقراو فيها لي شونج دي انرجي يعني لي ترافاي و الشالور و لينيرجي انترن. من بعد شابيتر 3 تقراو فيها تيرموشيمي، واحد لابليكاسيون دو بروميير برينسيپ فاش ديال هاد لا تيرموديناميك، وفي شابيتر الثانيه غتقراو دوزيام برينسيپ ديال هاد التيرموديناميك. متفقين على هادشي؟ دونك هنايا غيجي واحد الموديل نيميرو 3 في الشيمي اللي هو ساهل وبسيط بزاف، وشي حوايج اللي ديجا قريتوهم في الباك. متفقين على هاد الموديل؟ الله يرضي عليكم، الا قدرتو من دابا بداو، راه ساهل بزاف وممتع. دونك غتبداو بواحد لانتروديكسيون، ومن بعد غداو في شابيتر الاولى غدرسو ستريكتير ديال لاطوم، ومن بعد دوزيام شابيتر غتقراو الموديل دو بور، وفي تخوازيام شابيتر غتقراو ديسكريبسيون دي كوانتيك ديال لاطوم ديال الهيدروجين. من بعد سيدي في شابيتر نيميرو 4 غتقراو واحد الغوبريزونطاسيون ديال غرافيك ديال دي فونكسيون ديال نابلا او حتى اللتر والميلي لتر. من بعد سيدي غدوزو لواحد ستريكتير الكترونيك دي زاتوم، ومن بعد غنمشيو لشابيتر نيميرو 6 اللي غتقراو فيها لا كوش دو فالونس ديال واحد لاتوم، غدرسوها. دونك هادشي كامل سهل وكامل مشروح فلاشين بروفيسي. دونك هنايا غنمشيو سابع شابيتر اللي غتقراو فيها الكلاسيفيكاسيون بيريوديك ديال لي زيليمون شيميك، يعني غتقراو طابلو بيريوديك خاصكم تكونوا ضابطينو وتحاولوا ما تحفظوش ولكن تفهموه مزيان. ندوزو لاش الدوزيام موديل في الشيمي اللي هو تيرموشيمي، وقلت لكم هاد الموديلات حداو معاهم لا تيرموشيمي لا تيرموديناميك. دونك غتقراو في شابيتر الاولى واحد جينيراليتي، شابيتر الثانيه هو بروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك الى كيما، واخر شابيتر غتقراوها ديال لي كيليبر شيميك. دونك دوزو الموديل ديال الماط اللي هو لاناليز 1، ونحاولوا ما نتعطلوش باش ما يجيش الفيديو طويل. دونك شابيتر الاولى غتقراو فيها لي سويت نيميريك، دوزيام شابيتر غتقراو فيها الفونكسيون ريال دين فاريابل ريال، من بعد شابيتر 3 غتقراو فيها الفونكسيون ديفيرونسيال ديال واحد ديال دين فاريابل ريال. متفقين؟ من بعد تقراو شابيتر 4 الفورميل دي زيكرواسمون فيني، وفي شابيتر 5 تقراو ديفلوبمون ليميتي او لا فورميل دو تايلور. متفقين؟ دابا ندوزو لاش الموديل نيميرو 6 وبطبيعة الحال ديال الماتش، غتقراو فيه في شابيتر الاولى لي زيسباس فيكتوريال، من بعد شابيتر الثانية لي نومبر كومبلكس، ومن بعد شابيتر 3 لي بولينوم، وفي اخر شابيتر لي فراكسيون راسيونيل. وبطبيعة الحال هاد لي موديل كاملين غتلقاوهم في لاشين بروف فيزيك، غتلقاو كل موديل راه داير فيها بلاي ليست فيها واحد مجموعة ديال الفيديوهات، واصل حتى كل موديل راه كنشرح فيه تنوصل حتى ال 25 فيديو وكشر كاع، يعني غنبقى غادي بالتدقيق وغادي ايتاب باغ ايتاب. دونك دابا وصلنا للموديل نيميرو 7 اللي هو ديال لا لونغو تيرمونولوجي، ما بغيتش نهضر فيه حيت كل فاكولتي وشنو كيديروا في هذا الموديل. دونك وبطبيعه الحال هذا الموديل ديال لا لونغ تيرمونولوجي راه البروف خاصك ضروري تحضر، هذه هي النصيحه اللي نقدر نقول لك، حيت البروف بطريقه غير مباشره كيلوح لك شنو غيحط في ليكزام. متفقين؟ دونك انا عمري سمعت شي طالب لقى مشكل في هاد في هاد في هاد الموديل هذا، رغم ان طلبه راه كاينين كيطلعوا قارين بالعربيه وما لقاوش مشكل في هاد الموديل. دونك متفقين؟ دابا